مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم احنا في بيت نزيل سجن سابق اللي هو سي محمد فهرون. مرحبا سي محمد فهرون، احنا في الدار عندك هنا في سلا. مرحبا لك، شكرا جزيلا على الاستضافه وبارك الله فيك. عفوا اخويا منير، العفو. كيف الحال؟ الحمد لله وشكرا. بخير هذا الساعه، الحمد لله وشكرا. شكون هو سي فهرون؟ بالنسبه للفهرون، كان بالنسبه فاش يالله شاف الدنيا، كان كيحلم باش هو يبني مستقبله، باش هو يعيش، ولكن كما كيقول لك المثال للضروره احكام. بحكم الام ديالو حتى هي مسكينه بغات تساعدو، قدمت له المساعده وجهاتو، بحكم حتى هي كانت في التعليم، قرات اجيال قبل من فهرون، عاجة فهرون ولدها، وجهاته ونصحاته وما خلات ما دارت معاه. وبحكم ديك الوقيته ديالنا في الثمانينات، كان شويه يلاه شويه ديال الجهل والصغر، الانسان ما كيدير واحد الحاجه وما كيعرف بانها خطا حتى كيرتكبها. والانسان حنا عاوتاني في ديك الوقيته ما كنشوفو ملي كنديروا الخطا، ماشي من ديك الساعه كنصلحوا او لا ما كنعاودش نديروا، لا كنعاود نديروا الخطا. داكشي باش فهرون حتى هو ما خداش المسار اللي كان رسم باش سي فهرون. انت قضيتي في السجن فتره طويله، 23 سنه. شنو هي الحيثيات اللي جعلتك انك تدخل السجن وتقضي هذه العقوبه هذه؟ بالنسبه لفهرون ماشي غير 23 عام اللي ضرب في القضيه ديال الروح. ضرب قبل منها بعض المناتيف اللي هما كانوا فيهم احكام اللي هي صغيره، واللي كانت فيها طويله هي الربع سنين. من مور ربع سنين باش جبت هذا المونتيف ديال 30 عام. كيفاش جا هذا 30 عام هذا؟ 30 عام ما كنتش دايرها في الحسبان وما كنتش منتظرها وما خرجت ليا، ما كنتش يعني ما مفاجئه، يعني حتى لقيت راسي دفنت راسي في حياتي في الحبس. مشات منها 23 عام وست شهور. شحال كان في عمرك ديك الساعه ملي دخلت؟ ديك الساعه قول كانت عندي شي 24، باقي ما وصلش ل 25 عام. كانت في القضيه ديال هذيك القاوريه. اي كيفاش، عاود لنا كيفاش وقع المشكل؟ بالنسبه للقاوريه، كنت كنخدم، عرفني على واحد الصنايعي كيعرف الصنعه ديالي كيفاش كنديرها متقونه، يعني ما كاينش داك الشيء هو هذاك، وهضر ليها عليا لان هي عرضت عليه باش يصاوب لها داك الشيء اللي بغات هي. قال لي لا، انا عندي وليداتي، عندي بزاف. شنو عرضت عليه؟ عرضت عليه باش يصيب لها خزينات في لي طابل دينوي، في لي كوافوز، باش يدير لها خزينات ديال الحشيش لي زارموار. يعني هي كانت كتاجر في المخدرات، وكانت كتسردها لفرنسا، كديرها لفرنسا. وبحكم في ديك الوقيته ما كانش السكانير، بدايه ديال التسعينات، وكانوا حاشا غير لي شيان، غير الكلاب كنا كنديروا، كنت كندير لهم انا هذاك، كنجيب الهود الكورناد العكاري، كنجيب اللي كان فيني الخدمه، كنجيب من الكورناد العكاري، كنجيب منها الشحمه ديال الحلوف. الشحمه الحلوف كنحطها في واحد الباني، كنخوي عليها الدولي وكتذوب. ملي كتذوب كنحركها مزيان، كتندمج هي والدولي، عاد كندير الفيرني. الجهد ديال الدولي والجهد ديال الفيرني مع ديال الشحمه ما كيبقاش يشم ريحه الحشيش حاشاك الكلب. وكانت كتمشي مده، بديت معاها من 90 حتى ل 95، وقع واحد النقاص بسيط. لا يعني 50 وانت معاها واش كتعطيك نسبه من الارباح ولا؟ هذا هو اللي بغيت نشير لك. حتى ل 95 وقع واحد النقاش بالنسبه لهاد الخدمه اللي كنخدم عليها. كنت كنصاوبها لها بجوج مليون ونص من الصفر للصفر، هي كانت كتدخل. ولكن ملي اكتشفت بانها كتخرج من شي حاجه من غير المخدرات، كانت تخرج حتى الذهب المرس، الذهب المسروق، الذهب اللي كيطيح في الميسه ديال القمر، كانت كتشريه وكديه حتى لبرا لفرنسا، وكتيذوب وكيتصاوبوا عاوتاني حيلي. وكانت كتركز بزاف على المضمات اللي كيروجوا هنا في ديك الوقيته هنا في المغرب، يعني كتذوبهم وكتعاود دير بهم المضمات بالريسيات ديالهم، كيتباعوا بالثمن. هي شاريه هذاك الشيء غير كما كنقولوا تاتا برطل، وهي ملي كتدخلوا عاوتاني بحيلي قانوني وداك الشيء كتبيعوا بالثمن حتى هي. انا ملي اكتشفت هذيك ما درتش معها شي حاجه، قلت لها غير تزيديني غير في الثمن. قالت لي كومبيا بحال هكا فرونسي، قلت لها هذا الشيء اللي كتعطيني غتعطيني بحاله. ولات 5 مليون، وكان 2 مليون ونص، ولات كتعطيني 5 مليون. ولكن كنت كتشتغل معها غير في الفتره ديال الصيف ماشي طول العام؟ لا غير في الصيف ملي كتدخل من فرنسا.
وكنت نخدم عندها في الكراج ديال الفيلا ديالها حدا السفاره ديال زيير. ف يعني المحل ديال التصنيع ديالك كان في الدار عندها هي؟ الدار عندها في الفيلا. ومن بعد يعني هي كتصدروا لبرا في هذه الظروف هذه ديال الشحمات الحلف ما كتبانش؟ لا والو، كان كطلعش عندهم انا داك الصنايعي اللي وراها قال لها ها هو اللي غيصاوب لك، ما قال لها انا الا وتعرف. دوزتي خمس سنين طلبتي منها زياده، بغات ما بغاتش ولا شنو وقع من لا بعد؟ من تما ولات ما نقول بحال نقولوا خايفه على راسها، ولا ما بقى ديك المعامله اللي كانت في الاول ما بقاتش، فهمتي؟ كانت انا نقول لك بحالاش المعامله، كانت كتدخل بحال هكا الفيلا كتلقاني جالس باب ديال كاين الصالون والباب كبير كيخرجك للجرده، كتلقاني جالس باب ديال الصالون كنكون جالس حاط معايا مات الصغور البيره حاطه حدايا وخدام الخدمه، وكتكون الخدامه جالسه حدايا، يا اما كنقشوا انا وياها ولا كنضحكوا انا وياها، كتدخل هي كتشوفنا انا وياها كنضحكوا، كيتصحاب لها راه عندي مع انا وياها بيناتنا شي علاقه، وانا راه ما بيني وبينها لا علاقه ولا حتى شي حاجه. وكيفاش وقعت الواقعه؟ الواقعه الطمع، او كما قالوا فاش وقعت الجريمه وداروني في الجريده كاتبين في العنوان الربح السريع، غير هي بالضبط كنت قلت الجريده ولكن ماشي هي هذيك بحكم معليش كاتبين فيها الربح السريع، ودايرين الصوره ديالي والصوره ديالها ديال هاد الخدامه هذه، هي اللي كما قلت لك طمعات النصرانيه البيت ديالها الفوق واحد الجهه ما كتحلهاش، راجلها اللي معاها في الدار ما كيوصلش لديك الماريو، هذاك النهار نساتو محلول، الساعه فاش طلعت الخدامه تجمع الميناج ديال البيت النعاس بان لها الماريو محلول، بانوا لها الفلوس تقريبا شي 25 مليون، بان لها الدب باقي مكلكم والنقرات هي مكلكمه شي دب تقريبا شحال؟ شي خمسة كيلو ديال الذهب فيه مهر كما قلت لكم مهراس مسروق وكل شيء تما فيه، والا النقره اللي لقاتها اللي لقاوها كره دايبه ماشي حيلي كره دايبه 25 غرام ديال يعني انت بالنسبه لك الخدامه سرقات لا جمعات داك الشيء، انا جالس كما قلت لك في الباب ديال الصالون هي الكاوريه جالسه في الصالون حاطه هي بيره ومصاوبه جوان من داك الحشيش اللي كتصيفط هي كتكميها جالسه وهي تهبط هاد الزرزمه فيها الحوايج اللي كديهم للدار، لان الخدامه راجل الكاوريه خالها خو الام ديالها هي اللي كتجي تقوم بالميناج ديال الفيلا عندها، فاش جمعات داك الحوايج اللي غديهم للدار ديالها باش تصبنهم وكتحددهم عاد كتجيبهم كتستفهم عندها في الماريو، فاش هبطات قالت لها انا راه غادي نمشي للدار عطيني فلوس الطاكسي، انا دورت في الجيب انت يعني ترزمه هزها قالت لها سيري فوق الثلاجه راه في الكوزينه راه البسطام تما هزي منه 50 درهم وتكلي على الله سيري في حالاتك، مشات انا فاش ديك الساعه غادي نبدا هضرت فيها قلت لها جيبي لي بلاكه ديال الحشيش باش نشد عليها العبار، لان ملي كتجيب لي بلاكه كنشد عليها العبار راه كل الخدمه كتمشي مقاده، الساعه فاش طلعت هبطات الحشيش كاين ولكن فلوس داكشي المسائل ديالها ما كاينينش، هبطات بدات كتسب كتعير، انا بديك الساعه شاد واحد الخشبه كان فيني بها بالمربوع كتسب وكتسب عربي فرونسي بجوج لان هي مخلطه مع المغاربه بزاف، كتسب العربي ولكن الساعه فاش شفتها شارف السبه ليا انا وهانتي الام ديالي ما تقبلتهاش، انا درت فيها قلت لها بعدي من هذيك اليد مع المربوع راه الخشب كيمشي فيه كيجري، درت بحال هكا هي من مورا هي واقفه ما شفتهاش بالشراب حاط البيره والكمايه وعاد شارب الدواء هي ما كنت كندير القرقوبي ما شعرش المربوع شرقه من هنايا حتى لهنايا، وقال لي موراجي انا بحكم باقي صغير انا شنو اللي شعرت اللي حسيت به وهي شي حاجه ضربت لي هنا سخونه والدم ديالها انا مني درتها بان لي الدم درت فيها لقيتها كتشوف هي في الضربه مني شافت ديك الدم هبط لها على داك الشوميج اللي كان عليها في البيض طاحت، انا مني طاحت خليتها تما لحت المربوع من يدي ومشيت حتى للباب وانا نتفكر قلت المربوع فيه البصمات ورا ما نسيت راه بزاف د الحوايج كاينين تما فيهم البصمات ديالي على سبيل المثال هاد الثلاجه كنمشي نهز منها البيره راه فيها البصل وداخل الخارج يعني أي خمس سنين مشيت شو العقل ومع الصغر والدشا حتى في عمرك هذيك الساعه قول باقي ما وصلش 25 عام باقي في 24 عام هزيت هذاك المربوع وخرجت على الباب عوات منين خرجت كاينه السفاره الجزائر شاد على الفيلا فيها مرده مخزني وفيها واحد الجورديني كيقاد في الكازو
انا فاش خرجت هبط ما مشيتش على سميتو ما شفتهمش غير خرجت على البيلا هبط وكانت كنخشي في المربوع هنايا من مورايا وكان ديك الساعه عندي الشعر هادو هما اللي شافوا فيا انا دوك الجوج هما اللي شافوني من لور الشعر والمربوع كنخشيه حتى بقات هي الربعه والخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه ونص عاجة راجلها مواف كيجي كيضرب على الصالون كيلقى فيه الطوشال ديك النهار ما لقاش الطوشال لان بحكم كان ديك الساعه باقي النهار فاش وقعت فاش تضربات وصلت دخل الطوموبيل للكراج طلع باش يسميتو ما كيلقى الضو طافي شعل لي شعل كيشمي ريحه الدم فاش شعل كيلقى هي ناعس طايحه وضايد الدم عليها انت فين مشيتي؟ هبط ديريكت مشيت لهنا لسلان عند الاخت ديالي كانت تكون هنا في حين بيعات يعني ملي خايف بطبيعة الحال ما عارفش راسي شنو غندير انا كنقول راه باقي حيه هادشي اللي كنقول هادي الفكره عندي ولكن انت عرفت بانها توفات تمني جاو عندي ولكن انت ما كانش قصدك انك تقتلها غير لا طلعت لك الدم لا بحكم خويا منير انا شايف ومدوز قبل من هذا كما قلت لك هذا المنتج ديال القاوريه شايف الناس اللي غارقه حبس على الرواح شايف الناس كيفاش انا ضارب عيب ما فايت ضارب شي واحد الناس ساءوا لي وضربتهم ولكن عرفت كيفاش نضرب يعني ماشي الضربه ديال القتل ربما غير ما كاين الضربه ديال يعني ها انت راني فديتها فيك اما باش نقتل ما عمر كانت الفكره عندي في بالي نقتل شايف عباد الله كيفاش غارقه في السجون شدوك البوليس كما عاودت لنا انه شدوك في الدار في الدار عندكم ولا برا؟ لا جاو داو النسيب ديالي انا فاش جيت كنت مخرج ولد اختي كان باقي صغير وبنت اختي باقا صغيره باقي صغيره دابا تبارك الله وصلها بها كلها وفين شاد المستقبل ديالو فاش جاو كنت مخرجهم انا فاش جيت للدار انا وولد اختي وبنت اختي لقيت الوالده ديالي الله يرحمها والاخت ديالي قالوا لي راه سعيد راه جاو داوه البوليس صافي ديك الساعه انا قلت يلاه كنحيد السبرديل عاوج رجعتها درت في الوالده بحال هكا لقيتها مسكينه كتشوف فيا القلب الوالده راه كيعلم قلت لي اش كاين اسم محمد قلت لها ما كاين والو مهمتي بس لها راسها وبس اختي تا هي راسها وهبطت مع الدروج اخر شوفها لي اليوم خرجتي كتبان لك ستافات ديال البوليس ديزا لا خرجت وشنو قلت؟ قلت انا غادي نتخالف معاهم في الطريق، انا مشي لعندهم وما يتم مراجعين، لا، مشيت من الطريق اللي غادي يجيو منها، ربما راه كيعرفوها كاع السلاوين، الطريق اللي كانت كتجي من جهه لاباز النمره 36، الطوبيس النمره 36، هذيك هي الطريق الوحيده اللي كانت كدوز لعندنا لجهه حين بيعات، من تما هذيك هي الطريق اللي شديت، حتى وصلت فين كاين دابا فين ولاو دايرين ريضال، ما كانش ريضال، مني وصلت لتما كني عاد بانت لي الصطافيت دايزة. صفرت عليهم صفرت عليهم علاش صفرت عليهم؟ باش يوقفوا عرفتهم غادي لعندي يعني انت سلمتي راسك انا اللي مشيت لعند البوليس وكان ديك الساعه العافي في عبد الرحمن هو اللي مكلف بريغادا انتيغو ديال المحاربه العسكريه العصابات قدمت نفسي لعنده قدمتي راسك كيفاش بدا التحقيق معاك؟ التحقيق ربما غنعطيك تعطيني غير يديك ونوريك شنو الاثار ديال التحقيق باقي في الذات ديال يديك شنو كتشوف؟ كانوا كيضربوك الراس؟ كانوا دير لي مينوط هكا اللور وخاشي واحد منهم رجليه ما بين رجليا وجار رجليا اللور باش رجليا كتبقى يديه كتبقى هكا ولكن انت اعترفت لهم يعني انت سلمتي راسك اعترفت بالقضية ديال القتل بانني راني قتلت ضربت ضربة خطا كيقولوا لي فين هو الذهب؟ الذهب المسروق والفلوس انا داك الشيء ما عنديش عليه عين ما شفتوش كنقول لهم راه ما في راسي حتى حاجه وما عارف والو هما اللي كيصحاب لهم راني كنغطي على داك الشيء ما عارفه وما باغيش نقول لهم داك الشيء باش داروا لي مينوط اللور ومينوط في رجليا جا واحد وقف ما بين رجليا حل لي رجلي بحال هكا والاخر اللور خشى غير رجل وحده رجع اللور وبداو عليا غير الراس والهنا والركابي يعني شديتي شي حوته سرديله باقا حيه وشديتي الزيت تا طيبتها مزيان وهي باقا ديك السرديله حيه ولحتها في الزيت شوف كيفاش غيكون المصير ديالها ما حيلتها ديك الزيت وانت كتقول بانه اعترفتي بالقتل ولكن السرقه لا انا اللي فكني منهم وهو واحد السيد الله يذكره بخير كان في الامن تا هو وسميته بربوشتي هذاك هو اول واحد شدني اول واحد قدمني لعند التحقيق كان ديك الساعه احداث كنت باقي احداث
ولد ثاني حالني على سي محمد، يعني عندك سوابق حتى ملي كنت مينور؟ هذا ما كاين، وراني صرحت بها في القصص ديالي. وهي فاش خديت الصنعه ديال طنجرات يعني جا عندك هذا المسؤول، جا عندك هذا المسؤول الامني اشنو كيدير سي محمد شافك؟ لا فاش دخل بحال هكا جا قال لهم فين هو هذا اللي قتل هذا الكاوري؟ دارت بوم في الرباط الكاوريه مات في شارع الناصر، في عرون قتل الكاوريه في شارع الناصر. جا قال لهم فين هو اللي قتل الكاوريه؟ طلع لي انا دايرين لي الباندا. شافني قال لي الله ولدي فيرون كنعرفوك، مره كنمشي على الحشيش، مره ضرب وجرح، مره كاع الا ديتي شي واحد شي حاجه صحابك تديها لي انتقمتي منه، القتل ما عندكش معاش بينك وبينه. انا عرفتو من الصوت ديالو، قلت له بالبوشتي راني كنقول لهم الصراحه، وانت راه كتعرفني ملي كتشدوني راه كنقول لكم اللي كاين بلا ما كتكرفصوا عليا. هاد الناس راهي كيتكرفصوا عليا، راه ما عالم على حتى شي حاجه. ويضو فيهم قال لهم تقولوا واش كيفاش هذا فيرون تعرف هاد الكاوريه؟ هادي اللي بغيت نعرف. طرفي قالوا عرفاتو بها واحد السيد في الحرفه، ولكن النهار اللي غتوقع المشكل راه لقى سميتها الخدامه هي اللي جابته لعند الكاوريه الدار. قال لهم فين هي الخدامه؟ قال لهم هي جالسه مع خالها في الباب هنا تحت. قوا خرج قا جالسه مع خالها وانا برك ناكل القتالي للداخل. حدو شدها كان دايره واحد الشبكه على راسها صفراء، شدها من الشبكه من هنا هي وشعرها ونوضها دخلها. هبطوني انا طلعوها هي اربعه ديال الضربات عطاها للركابي ديالها. قال لها قول ملي تبغي تهضري معايا وتقولي لي اللي كاين هزي غير صبعك. هزات صبعها قالت لي، وقالوا لها شنو كاين؟ هو هذا البوشي. قال لها شنو كاين؟ قالت لهم غادخلوا للدار ديالنا، من مور الدار كاينه خابيه، تحيدوا الخابيه تحفروا كاينه الرزمه تما فيها كلشي. عاوتاني هبط القميجه ديالو، ركب المكانه ديالو، قال لهم ها الخدمه كي دايره، ومشى بحالاته. يعني نقذك من من هذا الضرب المبرح اللي اي هذيك الساعه ما هبطوهاش هي، عطاوها داك الشيء اللي قسم الله. وتا هي تحكمات دزتو للمحكمه. بشحال تحكمتي؟ تحكمت مره الاولى بمؤبد، ودخلت فيها مسكينه الوالده الله يرحمها واحد الدار تباعت في كازا، وتعطات فيها 22 مليون ما بين الرئيس وجوج مستشارين ومحامي، باش هبطت غير من المؤبد للمحدد اللي هو 30. انا درت الوالده قلت لها لا امي انت راه المؤبد كيقولوا هنا في الحبس احسن من 30. قالت لي سكوت اولدي، وكنتي كتصمت ليا ما تطيحش راسك في هذا المشكل. قالت لي مؤبد ما عندكش تاريخ الخروج، اما 30 عندك تاريخ الخروج، عندك حق في الاستفاده العفو. ملي دورتها بدماغي فعلا داكشي اللي كان خدامه شحال كان يعطوها؟ عطاوها 20، ولكن ما ضرباتش كلشي، ضربات تقريبا شي خمسه ولا مع سته. وانت ملي حكموا عليك ب 30 عاود هبطات ولا شنو؟ من تحكمني من خديت الحكم النهائي في النقد اللي هو 30 عام، مشيت للسجن المركزي بحكم حسن السيره ديالي والعمل اللي كنت كنعمل وشهاده الموظف انني اندمج داخل المؤسسه، وتا المديرين تا هما كيقدموا بعض المساعده للسجناء اللي هما كيكونوا نازحين. فعلا داكشي اللي كان حيدوا لي منها 6 سنين و7 شهور. دوزتي اولا قبل ما نتكلموا دوزتي هذه الفتره هذه، يعني عاود لنا كيفاش دوزتي هذه 23 سنه؟ 23 سنه اختصار يعني شنو باختصار اخويا؟ يعني هذا واحد الثلث ديال العمر ولا اكثر من ثلث ديال العمر اللي داز ما غاديش يمكن لي تحكى، ولكن غنختصر لك اخويا. شفتي اللي ما ربما ما نقولكش شي واحد ما شافوش شي واحد، لان كاين ما كثر مني. غير هو بالنسبه انا لنفسي كنهضر على نفسي انا، شي 7 المرات شفت فيها الموت. كيف؟ لان بحكم كيجي ساجين يتعدى عليك ولا يدير لك رزقك، وغادي تشوف الا سكتتي واحد اخر غادي يزيد يدير بحالو، يعني انت وليتي محقور داخل السجن، ما بقات عندك كرامه، ما بقات عندك قيمه. اشنو كان دير؟ حدو كيأذيني بنادم كنأذي، ولكن ملي كنكون رد الفعل ديالي خايب باش ملي كنأذيه كنشوفهم هابطين ليا بالزراوط، اش كندير؟ كنشد خيط ولا كورده كنعقد العنق ديالي وكنجي للعروق حتى كيبان هذا العرق ولا هذا العرق وكنضربهم. حتى كنت انا غادي لعندهم، ماشي هما جايين عندي، غادي لعندهم والعروق كيطول. كيوليو يقولوا لي غير كيبدوا لي فوطه ولا شي واحد كيف الدراري كيحيد تيشورته كيقول لي غير كالي العروق، كنقول لهم ماشي الصوره. يعني في الفضاء السجني لما تبتيش الوجود ديالك كما نقولوا بالدارجه ممكن ياكلوك. كما كيقول كون ديب وسط الدياب لا ياكلوا الدياب. علاش هذا الشيء؟ بالنسبه للسجن المركزي العقول مختلفه.
السجن المركزي كاين اللي كيخمم كله كيفاش كيخمم بطريقته بحكم الناس الاعدام عندهم طريقه التفكير ديالهم، الناس المؤبد عندهم طريقه التفكير ديالهم، 30 عام عندهم طريقه التفكير ديالهم، مازال 30 عام كيكون عنده واحد الامر غيخرج لبرا ما يقدرش يدير شي حاجه خايبه، ما خطا الا كما كيقولوا كتوصل العظم. عاد شوف ديك الساعه الله يستر الانسان كيفاش داخل السجن المركزي. شكون هما الناس اللي كانوا معروفين اعلاميين اللي لقيتيهم في الحبس في السجن المركزي؟ من ناحيه الشغاب او من ناحيه لا من حيث القصص ديالهم، القصص ديالهم اللي عانوا داخل السجن. عندك بحال اسمو محمد شليحه فهمتي، وبالنسبه لزال اسمو محمد شليحه راه دار، ولكن اللي ما نشوفوا اللي ما دارش وعانى داخل السجن بحال اسمو محمد بن تازوط اللي كان حيي من هذا المنبر، هذاك شنقول لك ما كاينش شي. انا بحكم دوزت انا داك الشيء اللي قسم الله لا القديم ولا هذه ديال 30 ما شفتش شي ساجين بحال اسمو محمد بن تازوط، لا بالنسبه للظلم اللي لحق به ولا بالنسبه للمعاناه اللي عانها، الصبر اللي عطاه الله على ديك المعاناه اللي صبرها. كنتوا كتلقاو ايضا بالناس ديال الاعدام ولا الناس ولا كنتم مقسمين؟ لا عاود لينا كيفاش بالنسبه للاعدام الحق العام اللي ما يدخلش لعندهم، اما هما كيخرجوا كيخرجوا الا بغى يهود للسويقه يتغدى شي حاجه ديال المأكولات. السويقه بطبيعه الحال في الفضاء ديال السجن. فضاء السجن كتلقى كيتباع اما للحوت اما للخضره. غادي نسولك يعني دوزتي هاد الفتره هذه خرجتي اشنو لقيتي؟ بالنسبه للفتره اللي دوزت اللي ربما كنت كندوز في بعض الاحيان مده قصيره في المناتب الاولانيه، ولكن بحكم هذه الفتره هذه اللي دوزتها ديال 23 عام وست شهور علمت فيرون بزاف ديال الحوايج، علمت اول حاجه الصبر، علمت القناعه، علمت بزاف قلت لك ديال الحوايج اللي استفد منها فيرون. وعلى سبيل المثال واخا هكاك من بعد ما خرجت من 23 عام ديال الحبس واجه بزاف ديال المشاكل. مثلا مثلا لقيت الخوت تفرقوا كله ونابوا استقبالوا كلها وشق الطريق ديالو. بالنسبه لفيهرون يلاه قال بسم الله في الدنيا كانه يلاه خرج من كرش امه، ربما ديك الفتره يلاه كي خرجت فيها شنقول لك راه بدا كي ثلاث ايام ولكن نعسير ربما راه شفتوها جيت لاكار حدا الجرده الكراسه اللي تما كنجلس تما نحط حويجاتي كنحيدهم من الساكاد ونفرشهم ونجلس عليهم على ود البرد لان خرجت في شهر واحد سبعه في شهر واحد كان ديك الساعه الشتا كنجلس تما حتى للصباح. علاش كنقول ما عندي لا لاكارت لا حتى شي وثيقه اللي غتثبت شخصيتي، كنقول بعدا كاينين البوليس راهما كاينين في لاكار راه كيشوفوني جالس الليل كامل تما، يعني شي حاجه باش ما تتوقع شي حاجه شكون اللي كان هنا ولا شكون اللي بان هنا واحد الشخص ما عرفناش شكون فيرون الله عاد خرج. لا بقيت جالس ثلاث ايام وانا كنمشي نبات في ديك البلاصه لحتى واحد النهار جالس مع واحد الصديق وعنده تليفون بحال هذا وجالس كيتفرج في الياس قراري. شكون الياس قراري؟ قراري ولد قنيطره تا هو يوتيوبر تا هو كان سجين سابق؟ تا هو سجين سابق كيتفرج فيه بحال هكا وضاف لي قال لي اخي قيس محمد هو كيعرفني هذا الدري هذا قال لي هذا السيد هذا كتعرفو؟ قلت له ايه كنعرفو الياس قراري ولد قنيطره. قال لي واخا بلاتي وعاوتاني قلب ويقول لي هذا السيد هذا كتعرفو؟ قلت له ايه هذا اسمه محمد السلاوي والبلادي ولد عمتي وخويا وصاحبي وعشيري. درت فيه قلت له واش كيفاش تا كيبان كيداير في التليفون كذا؟ قال لي قلت له واش مابقاش كيرجع لحبس؟ قال لي لا راه مابقاش. المهم ما عليناش لاقاني بالسلاوي قدم السلاوي ليد المساعده لفيهرون ساعدو بينو في القناه ديالو ديال السلاوي بنت تما كيني. اول ما بنت تما كيني تعاطفوا معايا شي ناس بحكم قال لي في السلاوي قول للناس الا بغيتيهم تقدم لهم باش يساعدوك كذا ما قدرش حتى قال لهم السلاوي قال لهم فيهرون عنده صنعتو وعنده دراعو كيبغي يخدم بدراعو. بديتي القناه كيفاش بدات هذه الفكره ديال انك دير قناه خاصه بك وتعاود فيها هذه المعاناه ديالك في السجن؟ بالنسبه للقناه الفكره ديال القناه كيفاش جات وكيفاش تطرحات باش يديرها فيهرون من بعد ما بان في القناه ديال السلاوي اسمه محمد التفت شاف واحد الشخص اللي هو كنشكرو من هذا المنبر اللي هو حمزه البهجه شافني جالس مع السلاوي ومني كنبغي نهضر حتى كنوزن هضرتي وحتى كنقول شي حاجه مهما كنقولها حمزه شافها كنخرجها من قلبي حتى
تما طاحت الفكره باش يعرضها على السلاوي، قال له ملك راناش فيروني يدير له دير له قناه، وطرحوا عليه بزاف ديال الناس قالوا له ما كرهناكش السلاوي دير قناه الفيهرون. سي فيهرون شنو اللي كيجعل الناس وانهم كيتبعوا هذه القصص هذه علاش؟ بالنسبه لربما شنقول لك ربما كاين اللي كياخذها فكره ينصح بها ولاده، شوفوا هاد الناس هادو مساكن اللي داروا شنو داروا شنو عانوا وشنو ما خلاو ما داروا في حياتهم، في الاخر هما بداوا من الزيرو، واش ترضى انت تبدا من الزيرو تعاني وتبدا من الزيرو؟ كلها وكيفاش واخد هاد الفكره ديال هاد الناس اللي كيتفرجوا فيهم ديال اليوتيوبر سجناء سابقين. وانت علاش درتي القناه؟ واش من اجل مورد رزق ولا باش تعاود الناس ولا باش تعطي الناس واحد العبره منك انت؟ بالنسبه للقناه فيهرون دارها فيها جوج ديال الحوايج. اول حاجه من بعد ما خرج فيهرون شاف الشباب على قوت الله كبار، شاف الشباب اللي غادي في واحد الطريق اللي لا حول ولا قوه الا بالله، فهمتي؟ كيشوف فيهرون في ديك المصير ديال دري ولا جوج دراري ولا دريات معاهم غادي لواحد الطريق لا اله الا الله. انا براسي راه داك الشيء اللي كيديروه درته انا، اولا شفت ناس داروه تحاكموا على هذاك الشيء اللي داروه، وهما عندهم لا نيه ما عندهم ما مسوقينش. هذه بغي نوصل النصيحه للشباب. وثاني حاجه بالنسبه للصناعه والحرفه اللي عندي، ما بغيتاش تنقرض، ماكره الشباب يعرفوها يتعلموها، لان كيقول لك طنجره صناعه شريفه، وماكرهش هاد الشيء اللي عندي، هاد الشيء ديال الصناعه ماكرهش كاع الشباب يعرفوا كل شيء يتعلموا، بدل يمشي يتعلم شي حاجه اللي هي خايبه ترجع ليه بالخايب حتى هو. هادشي اللي كتعاود لينا السي فيهرون في الحقيقه كتلخصوا هاد الشمعه هادي. حنا هذا الان اذان ديال الظهر والشمعه محطوطه حداك، شنو العلاقه بين هاد الشمعه وحنا في حاله ظهر؟ بالنسبه للشمعه اخويا هي الونيس ديال فيهرون حاليا بالليل ملي كطيح الظلمه. بالنسبه ل هاد الشمعه هادي اول واحد شافها عند فيهرون من بعد ما خرج من 23 عام ديال الحبس هو حمزه المراكشي. جا لقاني في هاد البيت هذا، هاد الحافكو كان تيهضر كنت حاطو منو الارض، وهاد الشمعه حاطه حدايا وحاط حدايا بكيه ديال الكارو، وتعي ما عرفتش خبيزه وشويه الزيتون كحال وكاس ديال الرايبي. وبالليل المهم جات هو الشرك معايا حمزه داك المعاناه ديال فيهرون، نعس معايا توا في هاد البلاصه اللي كانت كتهضر، وقاس من داك الماكله اللي سميتو، وتما تقدمت لي المساعده من طرف حمزه البهجه، وفتح له قناه وشرى له تليفون وشرى له موتور ديال كيخدم بليسونس، وهو دابا حاليا دابا تتهبط وغادي تشوفه، وحطيته خدمته ساعه. ولكن لقيت اول حاجه بحكم كاين هنايا حي ديال حي القدس كاينين الديور شادين، صداع الموتور وكيطلق الدخان، هو راه جمعتو قال لي باش غادي يجي ان شاء الله لعندي وعادي نشوفو كنديرو. السؤال الاخير سي فيهرون، الان انت خرجتي، واش كان سهل انك تخرج كما كيقولوا الناس خرجتي من الحبس الكبير الحبس الصغير ولا العكس؟ يعني كنتي في 23 سنه خرجتي، ولكن باقى الان الناس واش كتنظر لك على انك انت اللي قتلتي الكاوريه وانت اللي ندوز الحبس؟ يعني كيفاش اندمجتي في المجتمع؟ بالنسبه لفيهرون كيفاش اندمج مع المجتمع؟ واخا خرج فيهرون وقعوا له بعض الاخطاء، ولكن كما كيقولوا ضروره احكام، وربما راه فراس كل شيء. الخطا اللي كان دار فيهرون هو في دار اسم محمد بن تازوط، وتقدم فيهرون باعتذار وتقبلوا الجمهور. الساعة فاش عاوتاني دار القناة فيهرون حبوا الجمهور، بغاه الجمهور، لأن شاف فيهرون عنده ما يقول عنده ما يحكي، وحتى من النصائح اللي كنا كنقدموها وكنقدمها أنا وسمع السلاوي في القناة ديالو ربما قلات، ما بقاش كتتقال في بعض القنوات كلها. وشنو ولا كيدير فيهرون؟ غادي يجي يقدم النصيحه للشباب، غيقولوا له سير قدم النصيحه لراسك هي الاولى، هذه هي الاولى غادي يقولوها، فهمتي؟ داكشي باش انا دابا حاليا كنحكيها على المعاناه ديال السجناء اللي هما كان واخذ عليهم المجتمع واحد الفكره، على سبيل المثال بولوحوش، الخنفوري، الاطراسي،
يوسف طباشير، حسن الشاوي، هادو كامل المجتمع كان واخد عليهم واحد الفكره كمجرمين. ولكن راه غيبقى ديما الانسان مجرم؟ لا، راه غادي يجي واحد الوقت غادي تصلح، وراه الطرحات القضيه ربما تعطي الانسان 30 عام ديال الحبس، راه غادي يمشي للسونتر في 10 سنين يقدر يتصلح. علاش تخليه يضرب 20 عام اخرى؟ راه في 10 سنين هذاك الشيء اللي شافو راه يقدر يولي يبوس الارض. هذا هو اللي بغيت نقول لك اخويا منير. بالنسبه لفيرون فاش خرج وواجه المجتمع، دار ربي السبب، والسبب هو هي القناه ديال محمد السلاوي. لان من بعد ما حكيت في هذاك الشيء اللي دوزت، وداك الشيء اللي من بعد ما خرجت، من بعد ما دوزت وخرجت، داك الشيء اللي قاسيتو عاوتاني، زاد حبو الجمهور. تما فيرون ولا كيشوف واخا تخلاو على خوتو، لا لقاو خواتات وخوت هما وعائله، كاين اللي كيسول عليه في التليفون، كاين اللي كيتواصل معاه في التعاليق، كله باش يعني فيرون ولا كي هذا هو الاندماج ولا كيشوف مع المجتمع. سي فيرون شكرا جزيلا لك. العفو اخويا. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا في قصه من قصص الناس. كان معنا سي فيهرون اللي هو نزيل سابق، قضى في عمره 23 سنة داخل السجن المركزي. إلى اللقاء في قصة ثانية من قصص المجتمع.